نظمت تعاونية الشارقة ملتقى مزارعي الإمارات الذي يعتبر من الملتقيات التي تجمع المزارعين المواطنين وتسلط الضوء على الدعم والتسهيلات المقدمة من قبل تعاونية الشارقة لإتاحة الفرصة لهم لبيع منتجاتهم الطازجة بشكل يومي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. خضروات وفاكهة طازجة بأيدي إماراتية وأسعار تنافسية، هذا هو ما يقدم هنا في جمعية الشارقة التعاونية المحتضنة لملتقى مزارعي الإمارات، أحد أهم المهرجانات الداعمة للمزارعين المواطنين والممتد حتى 16 من الشهر الجاري، وسط دعم من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية. ملتقى المزارعين الإماراتيين، هذا الملتقى يدعم المزارع المحلية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا يتواجدون لدينا هنا أكثر من 15 مزرعة تمثل مزارع مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني منتجاتهم موجودة هنا. طبعا احنا ندعمهم أن نوفرهم المساحة يعرضون فيها هذه مختلف المنتجات المميزة بالفعل. بالنسبة للدائرة، احنا دائما ندعم هذه اللقاءات وهي المشاريع اللي احنا نكون جزء منها، تخدم في النهاية المزارع وتخدم جميع فئات المجتمع. في النهاية الزراعة تحقق لنا الأمن الغذائي. وتوفر المزارع الوطنية المشاركة مختلف أنواع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مثل الطماطم والخيار والكوسة وغيرها من المنتجات ذات الجودة العالية والطازجة. بالنسبة لجمعية الشارقة التعاونية صراحة ما مقصرين، متعاونين ويانا في منتجاتنا. طبعا منتجاتنا يوميا تنزل في الجمعية بالكميات المطلوبة من سواء منا، يعني يطلبون مثلا 500 كيلو ننزلهم 500 كيلو. انتاج طيب الحمد لله، واسعارهم طيبة بالنسبة لمشترياتهم من المزارعين. كل شيء طيب الحمد لله، نحن قدامنا واللي نبنه كل نقاه طيب الحمد لله، استقبالهم لنا طيب، والمواد اللي نحني بها الزراعية كلها طيبة الحمد لله زين. ولا نحن طول عمرك ننكر شيء يكون ما يفيد المجتمع. في الوقت الحالي السوق المنافس قوي يعني، والحمد لله أن في جهة مثل جمعية الشارقة التعاونية تضم المواطنين وتفتح أبوابها لها، يعني خاصة لبعض المستثمرين المزارعين المبتدئين يعني. ويعد الملتقى منصة هامة تجمع أصحاب المشاريع الوطنية الزراعية للترويج لمنتجاتهم وتشجيعا لرواد الأعمال لمواصلة الاستثمار في الزراعة الوطنية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة. بأسعار تنافسية وبين أروقة مركز الرحمانية، يجد المستهلك والمزارع فرصة لعرض وشراء المنتجات الزراعية التي تحقق النفع للجميع. لأخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.